بيتنا دفعوا جابوا عليه 20 مليون دولار نقد، وجنسية إلنا ولأي واحد من أسرتي بس ياخدوا البيت. والله لو دفعوا تقل البيت هذا ذهب ما بفرط بذرة من تراب فلسطين. هم حاولوا يشتروها مسارة مني ما أعطيتهم إياها ولا مستعدة بيعها. أما إحنا قاعدين هوني لا رح نبيع ولا رح نطلع. هم بالنسبة لهم هذه الأرض تجارة، إحنا بالنسبة لنا صمودنا فيها عبادة. أعظم عطاء عطانا الله إياه سبحانه وتعالى أنه إحنا ساكنين في بيت المقدس. طالما أنا جارة الأقصى أنا جارة الجنة. كيف بدي أعطيهم إياها وكيف بدهم ياخذوها مني؟ ما منفكر إنه إحنا نبيعها ولا نتنازل عن حبة تراب واحدة منها. ببيع الجينة ورا ظهري يعني. يرفض المقدسيون ملايين الدولارات مقابل بيوتهم التي قد تبدو للبعض غير صالحة للسكن. تبرع للأغنياء عبر وقف الأمة لنرمم بيوتهم وندعم صمودهم عبر العديد من المشاريع في حملة تبرع للأغنياء.